ودابا غدا كيفاش الاستعداد ديالكم؟ الاستعدادات عادي على لعبوا ماتش عادي. كيفاش الفتح زعما هذا العام مزيان من ناحيه الترتيب ومن ناحيه اللعب ومن ناحيه المباريات ومن ناحيه المقابلات؟ دابا ملي جا المدرب جديد ان شاء الله عنده غادي في واحد الخط تصاعدي ان شاء الله، ونبداو المقابله هذه باش نرضيو الجمهور ديالنا اللي غاب علينا من شحال هذا. وانت كيفاش دابا هذه الاستعدادات اللي بداتو؟ كيفاش هذه المقابله ديال الديربي مع الهلال زعما كتشوفها؟ كيفاش غدا فيها شي نجاح، فيها شي فوز؟ المقابله ديال الديربي عادي بحال المقابلات اللي فاتوا، ان شاء الله كنتمنى يكون الفوز الحالي في الفتح ان شاء الله. كيفاش غدا ان شاء الله الاستعدادات مزيانين وكذا؟ السلام عليكم. بالنسبه للاستعدادات اخويا استعدادات عاديه، انا المباراه اللي ما كنديروش على واحد النطاق بان ديربي ولا بان غادي تكون شي، كنديرو مباريات عاديه ونتمنى احنا من الله تعالى ندوز في استعدادات عاديه وندوز واحد الجو اخروي، واللي يلعب الكره ان شاء الله يربح، وحنا كنتمناو ان شاء الله في المباراه ان شاء الله لاننا جميع سمعنا ان شاء الله. سمعك شي مزيان غدا ان شاء الله استعدادات هما هادوك. هذه هي الكره غادي تكون.